السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية نضالية لجميع الأحرار في كل العالم. غدا هو اليوم التاريخي اللي غتبدأ فيه المسيرة الحقيقية ديال الحراك الشعبي في المغرب، ماشي في الريف. الريف 7 شهور والحراك ديالو غادي غدا، غتكون ولادة ديال هذاك الجنين اللي تزاد في 2011 واللي الآن ترعرع وقدر أنه يتمشى ويمشي ويتحرك باش يقدر ياخذ المطالب ديالو وياخذ الحقوق ديالو اللي هي مفروض انه ياخذها من غير انه يدير لا مسيرة لا مظاهرة، ولكن بحكم الواقع اللي كنعيشوه الان في دولة فاسدة وملك فاسد وحكومة فاسدة وجميع الهياكل ديال الدولة فاسدة، نحن مضطرين اننا نخرج للشارع باش ناخذ ابسط الحقوق اللي خصنا نتمتعوا بها ونحن في بيوتنا من سكن وتعليم وصحة ومحاربة الريع والفساد. لهذا المطلوب من جميع الأحرار في المغرب باش غدا يكونوا في الموعد، أن غدا إن شاء الله في مدينة الرباط غتكون هناك مليونية ضخمة. يعني كنتمنى من جميع الأحرار يحضروا المليونية، أولا في إطار السلمية، ثانيا رفع المطالب المشروعة ديال الشعب المغربي. هاد الناس هادو هزوا على العاتق ديالهم باش يتكلموا باسم الشعب المغربي ويتحداوا الآلة القمعية ويتحداوا هذا النظام الفاسد ويطلبوا بالمطالب اللي مشروعة واللي من حقهم. كفى صمتا وكفى خوفا وكفى استرزاقا في ثروات ولاد الشعب. كنتمنى من جميع الأحرار غدا يكونوا على قلب رجل واحد ويخرجوا للشارع المغربي ويطالبوا بالحقوق ديالهم في جميع المدن، أما المدن اللي قريبة مثل الدار البيضاء مثل القنيطرة في سلا، جميع المدن اللي قريبة من الرباط التحقوا وكل التحاق ديالهم بشكل منفرد ماشي جماعة، لأن المخزن غيحاول ما يخليش الناس توصل لمدينة الرباط. هذا أسلوب ديال الإرهاب والترهيب للشعب المغربي، ولكن كونوا على يقين أن غدا إن شاء الله غتكون واحد الرسالة للداخل الفاسد اللي كيحكمنا، وغتكون العالم بأجمع أننا شعب يستحق الكرامة. احنا كنطالبوا بالكرامة للشعب المغربي كله، احنا ما كنطالبوش تكون مدرسة مولوية لولاد الملوك ولاد الأمراء وتكون مدرسة لولاد الشعب يجلسوا فيها 4 في الطاولة و70 واحد و80 واحد، وكاينين بعض القرى ما عندهم حتى شي مدرسة. في المقابل عندنا الفلوس باش نديروا مدارس، وعندنا الفلوس باش الا ما عندناش فلوس باش نديروا المدارس عطيونا مبررات. هذوك الفلوس اللي كتشراو بها القصورة في اليونان، وهذوك الفلوس اللي كتهرب في بنما، وهذوك الفلوس اللي مخزونة في سويسرا وفي الأبناك العالمية ديال المفترس وديال الأعوان ديالو. لهذا خصنا نكونوا منطقيين مع راسنا ونكونوا واضحين. إذا كنا بغينا التغيير خصنا نكونوا حنا واحد الآلية ديال التغيير. حنا أنت كفرد تكون أنت واحد الآلة ديال التغيير، تخرج للشارع تعبر على الحق ديالك وتكون أنت إنسان إيجابي في الشعب، ما تكونش سلبي، لأن هذوك الناس السلبيين واللي اختاروا أنهم يكونوا سلبيين هما ناس مرتزقة. يعني كتلقى وشوف المرتزقة أنواع والعياشة والعبيد أنواع. نعطيك كيفاش، كاين العبيد اللي عندهم صالير شهري وسيارة فخمة وبيت من البرلمانيين والأحزاب المخزنية والأمناء العامين ديالهم والمستشارين والجنرالات، هادو عندهم مرتبة. أراك هي العبيد اللي كيتباع ب 200 درهم و 150 درهم باش يخرج يقول لخوه خوه تلقى خوه خارج للشارع يقول لي عاش الملك وبدا يضرب فيه ويجبد عليه الجنوي والموس. وفي المقابل السلطات كتشوف اللي خصها تدخل باش تمنع، لان هذه جريمه. واش انت كتشوف جريمه قدام عينك وكتخليها وكتمشي لعند هذاك اللي كيطالب بالحقوق ديالو وكتبغي تعتقلو وكتبغي تهرب تراهبو وتتهمو بالانفصال؟ يعني هنا كنقول لهاد الناس هادو اللي كيبيعوا الضمائر ديالهم 150 درهم، على قبلكم كنخرجوا، على قبلكم كنديروا النضال، لان ما بغيناش في المستقبل يكون عندنا منتوج بحالكم، انسان جاهل متخلف ما كيعرف غير المخدرات والحبوب ديال المهلوسه وياخذ ويبيع الكرامه ديالو ب 150 درهم ولا ب 100 درهم ولا ب 200 درهم باش يخرج يقول لحد الناس اللي خارجين من اجل الشعب المغربي كيطالبوا بمطالب اللي مشروعه واللي واضحه ما يمكنش اي واحد يختلف معنا فيها. كنطالبوا بالكرامه للجميع ماشي لواحد الفئه معينه، لان الناس اللي كيتمتعوا بشويه الكرامه تما واللي ما عذبوهم كرامه. انا كندوي لما كندوي الكرامه، يعني الانسان يكون عنده بيت يضمن ليه الكرامه ديالو، يكون عنده دخل يضمن ليه الكرامه ديالو،
تكون عنده الصحة بالمجان، تلقى فين تقري وليداتك، ولا انت باقي شاب كتقرا خصك فين تقرا في مستوى معين، الدولة تساعدك في التنقل لأنك انت مازال طالب، تساعدك في بزاف المسائل. ما كاين والو من هذا الشيء، كاين غير القمع والاعتقالات والاختطافات. وواحد النقطة غنقولها لكم بعجالة، أن الناس اللي كيقول لك أن الريف انفصاليين، أنا أعطيكم دليل قاطع على أن الريف ماشي انفصاليين. الريف هما اللي خرجوا الاحتلال ديال إسبان، هما اللي المعركة ديال أنوار راه باقا في التاريخ، راه كتدرس في الدول الأوروبية كلها هذيك المعركة، والبطولات اللي داروا الناس ديال الريف في الجبال مع الإسبان ومع المحتلين. كنظن أن الناس خرجوا الاستعمار وضحدوا الاستعمار وجراو عليه وماتوا منهم شهداء، والآن باقي الآن كيعانيوا من هذاك الاستعمار الغاشم اللي طردوه، واللي خلصوا الضريبة ديال الطرد ديال هذاك الاستعمار، كيعانيوا 70% منهم أنهم مرض ومحتاجين الآن، كيطالبوا غير بمستشفى باش يتعالجوا فيها. كانت تهموا بالانفصاليين، وفي المقابل الانفصاليين الكبار هم اللي شادين القصورة، وهم اللي باركوا ليهم نهار دخلوا على تازة، احتلوا تازة الفرنسيس. راه التاريخ راه ما تجيوش تكذبوا علينا، احنا التاريخ راه قريناه في الكتب ديال التاريخ الحق ماشي ديال الباطل عندكم، باش تقولوا لينا في الكتب ديال التاريخ ديالكم ان الحسن محمد الخامس صيفط رسالة للحسن الثاني وذلك اليوم كنت بطلا، الابطال راه ماتوا في التراب، الابطال راه خلصوا ضرائب. واش نتوما عمركم شتوا غيخرجوا من هنا وغيخليوا الحكم للشعب المغربي؟ ما خلاوش الحكم للشعب المغربي، خلاو العلويين هما ك ك كان كينوبوا على الاستعمار الفرنسي، الان راه باقيين كينوبوا على الاستعمار الفرنسي، وحنا راه ما غنتخلاوش على المغرب ديالنا وما غنتخلاوش على التراب ديالنا، غير باش ما تبقاوش تقول لنا كل مره ان الناس ديال الريف انهم راه انفصاليين. بزاف عليكم، بالعكس هذوك اكثر وطنيه منكم كاملين، العياشه والكلاب ديال المخزن. كاينين محاكمات دابا الان كتشوفوها محاكمات سوريا، الناس كتحاكم لانها كتطالب مستشفى ومدرسه، اوكي. ولكن شكون اللي خاصو يتحاكم؟ خاصو يتحاكم هذاك اوزين اللي ضرب 22 مليار، خاصو يتحاكم الفتيت اللي كيدير السياسه ديال الريع، واللي خدا 400 مترو في الرباط في زعير ب 7000 ريال المترو. خاصه نحاكمو وزير الاوقاف والشؤون الملكيه اللي عطى الفتنه في المغرب، واللي خلق الفتنه، واللي عطى هذاك الخطاب السياسي واللي خاصو ما يعطيه لا خطاب سياسي لا ديني. انت وزير كتسير هذاك القطاع ماشي كتفتي. كاينين علماء هما اللي كيهضروا، هذاك العالم اللي ما قادرش يعطي مثلا الخطاب الديني ما خصوش يكون عالم، صافي نزلوا لنا امام يقدر يعطينا خطاب ديني بالاجتهاد ديالو من القران والسنه. هذا الشيء اللي كنعرفوا واللي كنفهموا، باش انت تجي تعطيني خطاب سياسي وتنزلوه في المساجد، وفي نفس الوقت تقولوا الناس علاش كتقولوا علاش كتدافعوا على راسكم؟ راه من حقه يدافع على راسه. واش انت كتتهمني بشي اتهامات خطيره بالفتنه و ونزيدكم بعد الصور كينزلوا دابا ان الزفزافي مصور مع واحد اليهودي، ما عندها حتى شي معنى بالنسبه لي انا، ما عندها حتى شي معنى. يهودي جا تصور مع الزفزافي، ايوا الزفزافي شنو هو ديك الساعه يقول لي عطيني البطاقه الوطنيه ديالك زعما كاين، وفي المقابل راه مستشار ديال الملك يهودي. يعني بلا ما تبقاو تدخلوا لنا شعبان في رمضان، راه نتوما شوف راه كندوي مع السلطات المخزنيه دابا، راه حنا عارفينكم وحلات فيكم هنا ووصلت لكم لهنا، ما عارفين ما ديروا، حنا عارفينها فاهمينها ومتاكدين منها مليون في المية انها وصلت لبوكم للعظم، وان الشعب فرع والدين امكم من الساس حتى الراس. هذه ما عندناش شي نقاش اخر. انا كننصحكم كولد الشعب، كننصحكم، انا كنعطيكم تخريجه لهادشي، طلقوا هذوك المختطفين، احسن ليكم قبل ما تطور الامور، ولانها غاده في التطور، راه غدا غتشوفوا شنو غيوقع، مسيره مليونيه ضخمه سلميه، وراه غترفع عليكم مطالب اللي معقوله. اولها اطلاق سراح المختطفين، ها السي بوعزه، ها السي محمد السادس، اول شرط عند الناس اللي غيخرجوا للشارع اطلاق سراح المختطفين، اطلقهم حسن ليك. الا ما طلقتيش هذوك المختطفين كون على يقين ان النظام ديالك راه انتهى، وراني سبقت وحضرت منها، قلت لك الا مشيتي تعتقلتي الزفزافي والرفاق ديالو راه النظام ديالك انتهى. وحنا ما كرهناش النظام ديالك ينتهي، لانه نظام استبدادي قمعي ديكتاتوري،
واش انت دابا مختطفهم وكتعذبهم؟ علاش؟ لانهم كيطالبوا بمستشفى، لانهم كيطالبوا بمطالب اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه. وفين هو العدل؟ وفين هو القانون؟ وفين هو القضاء من هذا الشيء كامل اللي واقع دابا في البلاد؟ هذا دليل ان ما عندنا لا قضاء، ما عندنا لا نظام، ما عندنا لا عدل، ما عندنا والو، عندنا غير المفترس كيفترس في عباد الله. وزاره الداخليه هي اللي كتحكم في المغرب تحت الامره ديال الملك. يعني ما كاينش، ما عندنا لا قضاء لا وزاره العدل. وفينكم الاحزاب المخزنيه؟ وقولوا كلمه الحق. يلا دابا انتم كلكم عارفين ان هذاك الشيء اللي كيوقع في الحسيمه راه ظلم، راه ظلم. وداك الشيء اللي وقع في ام زور البارح راه ظلم، باش تشدوا دريه عندها 6 سنين وتبقاو تعطيو فيها في العصا، راه ظلم. باش تشدوا مراه تجي تعتق بنتها من العصا ديال الكلاب ديالكم تضربوها، راه ظلم. راه ردوا البال ديالكم، راه لا مشات تفرقع على الوضع في الحسيمه ولا في الريف ولا في المغرب، راه انتم اللي غتتحملوا المسؤوليه وانتم اللي غتاكلوا العصا. اما حنا راه الشعب واكل العصا، واكل العصا، ميتين ميتين. الكرامه ديالنا مضروره مضروره، ما ساكنينش، ما واكلين، ما شاربين، ما والو. والله يمكم ما تنزلوا المطالب ديال الشعب المغربي وتطلقوا المختطفين، والله يمكم تنقلبوا لكم هذاك النظام، يتقلبوا ساسو على راسه. وقولوا اللي بغيتوا وديروا اللي بغيتوا. شي الكلاب ديالكم والله ما غينفعوكم. شي هذوك الكلاب اللي دايرين بك محمد السادس، راه تبان لهم العين الحمراء غيشدوا الطياره غيهربوا ويخليوك حاصل تما. اللهم رد بالك ودير عقلك في راسك، وبركه من هذيك التحماريت، هذيك اللعبه ديال انك انت ما باغيش تبان، ما باغيش تهضر، ما باغي تقول والو. نطالق الكلاب ديالك كيرفسوا في عباد الله، راك انت هو اللي مسؤول، محمد السادس انت اللي مسؤول، راه ما كاينش شي اللي ماشي مسؤول تما في الدوله غنحاسبو من غيرك انت. تعال حاسبوك انت وناخذوا حقنا منك انت، وعادش ندوزوا للكلاب ديالك. باش نكونوا فاهمين معاك، باش تختطف لنا الزفزافي والاستاذ جلول والنشطاء ديال الريف اللي وصلوا دابا، وصلوا مارتشي 150 ولا مارتشي 160، راه ما غنتنازلوش على هذا الشيء، راه ما غنسكتوش، راه ما غنتفكوش، راه واخا ما عرفت شنو هو يبقى عرق يضرب، عرق يضرب، والله ما نتفكوا معاك. ولهذا طلق المختطفين حسن ليك، انا كنعاود نعطيك اخر انذار، لان من بعد راه ما غنبقاوش نعطيوك الانذارات، غتشوف كل شيء على عينيك، كل شيء قدام عينيك غتشوفه. غدا ان شاء الله قدام الباب ديال القصر ديالك غتشوف شنو غيوقع، قدام الباب ديال القصر ديالك. وانا كنقول لك من هنا من المانيا تشوف شنو غيوقع لك في الباب ديال القصر ديالك. يلا قمعهم، قتلهم، اعتقلهم. والله يا بوك تنطيروا لك الراس ديالك ولا ما طلقتيش هذوك المختطفين. هذوك المختطفين اللي مختطفهم محمد السادس، انت اللي مختطفهم وانت اللي عاطي الامر باش يختطفوهم. واما الكلاب ديالك الفتيت وهذاك العنيكري وهذاك الحموشي، هذوك غير كلاب كتعطيهم التعليمات. حنا فاهمين كل شيء، اللعبه راه واضحه، بلا ما تزيدوا تسنطحوا فينا وتبداو ديروا علينا خاويه في عامره. الواقع راه واضح، الحق راه باين، غير اللي بغى يتغابى واللي بغى يتحمر. الملك هو اللي مسؤول على كل شيء في البلاد، بلا ما نبقاو نصبغوا فيه. ورانا شوف راه كيجروا الريف باش يبقاو يقولوا عاش الملك ويا حقار الملك زوين. ردوا بالكم، راه غطيحوا غير في الفخ ديال المخزن. راه ما كان انا ما كنقولش لكم قولوا ولا ما تقولوش، انا كنعطيكم غير النقاط اللي باغيني يجروكم باي طريقه باش تقولوا انكم نتوما ضد الحكومه، راه ماشي ضد الملك. وهذا الشيء خطا، راه كذوب، راه ماشي الحكومه اللي كتقمع فيكم. الحكومه راه بحال شي حمار حاطينها تما، راه كيقول لي الراله الشاشه. راه اللي كيقمع فيكم هو القصر، راه اللي عطى التعليمات ديال الاختطاف هو القصر، هو الملك بالعربيه سالينا. فهمتي؟ اما الكلاب اللي كيبداو يدخلوا عاش الملك، تعيش انت يا الكلب. راه النص ديال ديرمكم كيبيع اللحم ديالو، خواتاتكم كتبيع اللحم ديالها في الخليج، والشباب ديالنا مسكين كيقطع في البحر غارق، واللي بقى راه بالك كروسه وحمار وعطيه للتبوعيره. واش كتلعبوني طايح من السماء؟ انت راه ولد الدوار السكويل، انا شنو ولد التراب، ولد البرارك، عارف اش كيدور في الشعب، وعارف الشعب كيفاش عايش، وعارف بنادم كيفاش عايش مسكين وكيفاش كيتقطع طرف بطرف بهذيك البلاد. والمغرب كله باغي يهرب، بلا ما نبقاو ندوخوا على بعضياتنا. الشعب كله باغي يهرب ونتحدى اي عياشي، انا ماشي الاحرار، خلي الاحرار، الاحرار باغيين يقادوها ويبقاو تما. والعياشه، العياشه ما كرهوش يجيو لهنا لاوروبا. اش تبقاو تدوخوا تقول لي عاش الملك؟ انت عايش بعدا يا ولد الكلبه، عايش الملك، راه عايش، راه الله شرى لمرتو 38 مليون ديال الاورو، شرى لها 3800 مليار ديال السنتيم، شرى لها قصر، وانت داير امك بقى تابع لي انا هنا عايش. راه عايش، عايش بك ولا بلا بك يا الكلب. سكوت افعل. المهم تحيه للاحرار وتحيه لجميع الاحرار، غدا كونوا في الموعد
غدا ضروري تكون المليونية في الرباط وفي المسيرات في المدن كلها. غدا خصي بالتاريخ ديال النضال الشعب المغربي الحر تسطروه في الأرض. 2011 تزاد الجنين ديال النضال ديال الأحرار، ودابا الجنين كبر وطرعرع وفي العمر ديالو 7 سنوات قادر يمشي وقادر يتحرك وقادر ياخذ الحقوق ديالو وياخذ المطالب المشروعه ديالو. حنا ما باغينش شي حاجه اكثر من حقنا، بغينا حقنا في هذيك البلاد، يا تعطيونا حقنا يا ما يعيش فوق منا حتى شي قرض من هذوك المسؤولين وهذوك اللي كيحكموا البلاد. سالينا صافي، جمعوا الدواسه ديالكم، جمعوا حوايجكم، يا تقادوا هذيك البلاد وتسلموها للشعب المغربي يحكمها، يا غنتفاهموا معاكم وغتشوفوا المفاهمه ديال بصح. والله يا والديكم تنقلعكم من الجدر، واللي بغيتو ديروها ديروها، بغيتو تضربوا بالطيار ضربوا، بغيتو تضربوا بالدبابه ضربوا، بغيتو تطلقوا الكلاب ديالكم طلقوهم، ولكن حنا ما مفكينش معاكم. يا تعطيونا حقنا في هذيك البلاد يا غنقلعوه بالزمنكم، وانتم كتشوفوا ورجليكم ويديكم تحت رجليكم ان شاء الله. يعني انا غنحاكمكم غنحاكمكم، اللهم اطلقوا المختطفين. انا كنعاود ناكد عليها يا محمد السادس، انا عارف هذا الكلام اللي كنقولوا راه كيتفرجوا فيه الكلاب ديال المخابرات وكيتفرجوا فيه جميع الكلاب ديال الدوله ديال المخزنيه الاستبداديه. طلقوا المختطفين حسن ليكم، لان الامور راه كتصاعد في الداخل وفي الخارج. راه مسيره في لاهاي، راك شو كي دايره، راه شو الوقفه اللي كاينه اليوم في المانيا، وراه غتشوفوا غدا ان شاء الله المسيره اللي غتكون في بلجيكا واللي في اسبانيا. راه كاين حراك داخلي وحراك خارجي، هادشي كامل على الحقوق ديالنا. حنا لحد الساعه راه ما طالبين والو، طالبين غير الحقوق ديالنا كشعب. يقدرتي تنزلها اوكي تبارك الله، ما قدرتيش تنزلها حط السويرتات وانسحب بهدوء احسن ليك، هذا اقل الخسائر لك. انا كنقولها لك نصيحه من عندي، اما راه ما غنتفكوش معاكم. الحقوق ديالنا والحقوق ديال اي شعب مغربي، اي مواطن في الشعب المغربي، هذوك 40 مليون ناس ما احتاجوك الكلاب ديال العياشه، احتاجوك الكلاب ديال العياشه، بغيناهم ياخذوا الحقوق ديالهم. ما تبقاو تستعبدوا عباد الله. راه دابا درنا واحد الحسبه، واحد العمليه حسابيه نعطيكم في البلاصه، ولكن شي واحد يقدر يحسب معايا. كاين 20,000 عنصر امني في الحسيمه، فهمتي؟ كاين 20,000 عنصر امني في الحسيمه. الا درنا 30 درهم 3 اورو، 3 اورو نحسب معاكم بالاورو باش تجيكم سهله. كاين 20,000 3 اورو 60,000 اورو في النهار كتخسر. 60,000 اورو لو ضربناها في الشهر غتعطينا واحد المليون ونص، مليون ونص ديال الاورو. من الحسيمه شحال محتاجه؟ محتاجه 760 مليار ديال السنتيم. يعني الدوله ما بغاش تعطي حلول، عندها الفلوس، راه عندها الفلوس، راه ماشي ما عندهاش، راه كاينه الفلوس، راه كاينه الحبه. راه اللي يقول لك ما كاينش الفلوس راه حمار، راه ما فاهمش ما عارفش. راه كاينه الحبه وكاينه الفلوس، ولكن هاد الحبه هادي راه عندها ماليها كتمشي ليهم. راه 80% ديال الاقتصاد ديال المغرب راه شادو محمد السادس. راه واخا تعياو ما تطبلوا تزمروا تقولوا عاش الملك وعاش عاش الضاوي وعاش، راه الملك شفار، تشوهناه وتشوه وبالوثائق وبالدلائل انه شفار، فهمتي؟ تحية للأحرار وتحية لجميع الأحرار، وسمحوا لي لأن انفعلت شوية، لأن الوضع اللي حنا فيه دابا راه ماشي خاصك تنفعل أصاحبي، راه خاصك دير شي حاجة أكثر من انفعال. واش البارح هاجمين على عباد الله أصاحبي في إمزورن وكيضربوهم بالقنابل المسيلة بالدموع وكيضربوا طفلة عندها 6 سنين؟ كيفاش بغيتي؟ راه اللي ما عند بوه كرامة واللي ما كيهضرش وما كيتحركش. راه خاصكم تعرفوا هذوك الأحزاب اللي باغا تركب غدا الصباح بلا ما تحلموا تجيو تركبوا، راه نسيت بهذه النقطة هذه، بلا ما تحلموا تجيو تركبوا، لأن هذاك الركوب ديالكم ما غتستافدوا منه والو، لان الشعب خارج، الشعب خارج خارج. واول شعار غيكون كلنا من اجل اهلنا في الريف. سالينا باش تجيبوا الكاميرات ديال المخزن وتقولوا ان مسيره وطنيه من اجل الدعم ديال الدوله، لا ما كاينش. حنا ما كندعموا لا دوله لا حتى شي واحد، حنا كندعموا الحق، والحق هو انكم خاصكم تطلقوا المختطفين السياسيين وتحاسبوا هذوك الناس اللي عنفوهم. هذه راه حتى هي شرط من الشروط، وتنزلوا الملف المطلبي ورفع العسكره وتعطيو ضمانات الناس ديال الريف بعدم الملاحقه ديالهم. وديك الساعه نقدروا نفكروا نشوفوا واش نقدروا نخرجوا من الشارع ولا ما نقدروش، ولا نقدروا نطالبوا بشي حقوق اخرى ديال الشعب المغربي اللي عايشين، لانكم انتم ورطتوا راسكم ماشي احنا اللي ورطناكم.
انت اللي ورطتي راسك محمد السادس. لو انك انت نزلتي الملف المطلبي ورفعتي العسكر كون سالينا، ما غيكونش هذا الحراك في المغرب كامل. ولكن انت من انت باغي تتعامل بهذه الاستبداديه وبهذه الطريقه ديال القمع، هذيك اللعبه ديال قمعوهم وانا ما غندير والو، ما غنهضرش، ما غندير حتى شي حاجه. حنا هضرنا ديال امك، خليناك تهضر بالزمنك، راه صوبنا لك فيديو خليناك تهضر بالزمنك، هذاك الواقع اللي انت كتقوله في الارض حنا خليناك تقوله. يا حنا غاديين معاك حبه حبه، وحده وحده، حتى نشوفوك فين غتوصل. ما فهمتش انا بنادم كيدخل عندي هنا هنايا وكيقول لي عاش الملك، ما فهمتش اش جاب هضرتي لعاش الملك. واش هاد الكلاب هادو؟ ما فهمتش واش هاد الكلاب ديال العياشه ما عندهم ما يدار ولا؟ حنا عارفين انكم كيصيفطكم الكلاب ديال المخزن. ماشاء الملك، الله، الوطن، الملك، اوه. الله يودي يا ولاد الكلاب، يا العياشه، يا ولاد العاهرات اللي خوتكم في الخليج كيبيعوا لحمهم. ها نزيدكم ولا بركه عليكم؟ اخوت وخواتاتكم كلهم كيبيعوا اللحم ديالهم في الخليج، ومراكش فيها السياحه الجنسيه، الخليجيين كيجيو يديروا ما بغاو في المغرب. اكادير مراكش، ما كندويش على الشعب، كندوي على العاهرات اللي كاينين تما، خواتات العياشه. ايوا السياحه الجنسيه راه ولينا معروفين فيها، البيدوفيليا راه تشهرنا بها، صافي راه العالم ولا كله كيعرف ان البيدوفيليا كاينه في مراكش وكاينه في المدن الاخرى. يا بلا ما تبقاو تزيدوا خليونا نفضحوا فيكم العياشه، والمخير فيكم انتم، اختو كتصرف عليه كتعطيه باش يدير الكونيكسيون. انا كنقول لكم راه ولد الشعب، انا راه ولد البراكه، راه عارف اش كيدور في الخيخ ديال الشعب، راه عارف انا شحال من واحد اختو كتمشي تخدم في البار ولا كتخدم سيرفورا ولا كتجي تدور معاه، وراه واقفين في راس الدرب مع الدبابه ولا خدمه لا والو، وما عارفينش ان هادشي اللي كنديروا راه على قبل كمارتهم هما اللي باركين ديال امهم لا خدمه لا ردمه، عاطينا غير التسول وعاطينا غير التعياشيت، وتسنوا بحال هاد المناسبات هادو يجيو يدبروا على راسهم 100 درهم و150 درهم. انا ما بغيناكمش تبقاو مع الموكاك، انا بغيناك تعيش بكرامه. تعرف شنو تعيش بكرامه؟ باقي انتما ما عارفينش شنو هي الكرامه بعدا باش تدافعوا عليها. سيروا حتى تعرفوها ان شاء الله واجيو تدافعوا عليها، لان ان شاء الله غنخليكم تعيشوا الكرامه، وغتقول لي هذه هي الكرامه. هذه هي الكرامه. الكرامه ماشي هي تقول عاش الملك، الكرامه هي تعيش بكرامه، ما تحتاج لحتى شي واحد. ترامب راه جاب ما عرفت شحال من مليار دخلوا الامريكان من الشرق الاوسخ، بان لكم شي واحد قال عاش ترامب ولا ترامب زوين؟ ما تسوقوش ليه، انت خدمتك هذيك دبر راسك، سير الشفر ولا دير اللي بغيتي. المهم حنا نزل لنا نظام تعليمي في المستوى، الصحه في المستوى، البطاله ما خصهاش تكون، ولا كانت خصك تخلص صافي. هذا هو الشعب، ماشي الشعب ما كيستافد من حتى شي حاجه، وبالك كيطبل عليك عاش الملك، عاش الملك، وانت عيش انت يا القرد، عيش انت يا القرده. العاهرات هما اللي داخلين عاش الملك، بنات الاصل وبنات العائلات راه ما كيتسوقوش كاع على التفاصيل كاع، اللي حنا عارفين الواقع، راه حنا مغاربه، راه ماشي جابون، راه حنا مغاربه وعايشين في المغرب وعارفين شنو كيدور في المغرب كله، عارفين المغرب كله باش غادي، وعارفين ان تجار المخدرات ما كاينش اللي كيهضر معاهم، عارفين ان العاهرات ما كاينش اللي كيهضر معاهم، عارفين ان ولاد الشعب الا دار كروسه كيهرسوا عليه فوق راسه، عارفين ان ولد الشعب الا دار فراشه كيقلعوها ليه، عارفين ان ولد الشعب الا مشى كيخدم ب 2000 درهم، الا مشى خدم في السيكيريتي كيعطيو 38 الف ريال وكيخدم 12 ساعه، عارفين هذا الشيء. راه ما تدخوش علينا، راه ترى ولد الشعب، انا ترى ولد البراكه، راه ولد الطراب ديال الفقراء، انا راه عشت الفقر ديال بصح، راه ماشي جيت هنا كنمثل ولا كنتصور، راه حتى داك الشيء اللي وقع ليا تما ما بغيتوش يبقى يوقع ليكم يا الكلاب يا العياشه. هذاك الفقر اللي تنفستو في هذيك البلاد ما بغيتكمش نتوما تعيشوه، بغيتكم تعيشوا في كرامه. واخا انت كتقول لي انت خائن وهادي، واخا سير خليني انا خائن، ولكن انت بغيتك تعيش في كرامه، انت بغيتك تكون راجل، انت بغيتك تكوني انسانه، ما تكونيش عاهره، ما يكونش اللحم ديالك رخيص تبيعيه باش تاخدي الفلوس وتقولي كنعيش الامن والامان. اش من امن وامان كتعيشي وانت كتبيعي اللحم ديالك؟ اش من امن وامان وانت يا المغربي كتمشي تتاجر في المخدرات باش تعيش؟ وماشي كلكم، عارف انا كندوي على العياشه، اش من امن وامان اللي كيمشيو الناس دابا كيقطعوا في ليبيا وكيقطعوا اللي قطعوا في تركيا، وانا من الناس اللي قطعت من تركيا، اش من امن وامان؟ فين هو الامن والامان؟
الامن والامان خلي الناس اللي عايشين هما اللي تكلموا عليه بالنسبه للوزراء والبرلمانيين اللي كياكلوا الغله. اما انت يا العياش شنو كتاكل؟ اعطيني شنو اعطيني شي حاجه كتستافد منها. ما عندك لا صحه لا تعليم لا تنميه لا والو. نسبه الفساد عندكم طالعه البلافو. اشنو شنو هو عندكم شي حاجه تفتخروا بها في هذيك البلاد؟ كتقولوا احسن دوله في العالم، راه الشعب كله خارج دابا على مستشفى وعلى مدرسه. اش من احسن دوله في العالم؟ الريف راه كيغلي على مستشفى ومدرسه. ترى راه الدول الاوروبيه كتضحك عليكم يا عباد الله. خليوا هذوك الاعلام المخزاني اللي كيتشرى بالفلوس، وخلي المخابرات اللي كتجي هنا لفرنسا راه فرشهم تاشفين، كيجيو هذوك لاتجير كيجيو يشريو الاعلام ويشريو هذوك الناس الرخاص. اي فعلا هاد الهضره ديال ولاد البرارك. انا ولد البراكه ولد السكن العشوائي، ولكن الحمد لله كانت نفس الحريه الرجوله، ما كنبيعش الضمير ديالي وما كنبيعش الصوت ديالي. انا مع الحق ومع ولاد الشعب، مع ولاد الشعب اللي عايشين الظلم واللي عايشين الاضطهاد واللي مختطفين الان الزفزافي وجلول في هاد الشهر المبارك، باش يدوزوا جلول والزفزافي يدوز جلول مع ولادو والزفزافي يدوزوا مع والديه، شادينو معتقلينو باي وجه حق معتقلين هذوك الناس، باي وجه حق معتقلين هذوك الناس. نقراو هذا القانون الجنائي من اتل زاد غنلقاو خاصو يطبق عليكم نتوما الاولين. ناصر الزفزافي بالعكس، بالعكس وطني مليون في المية. الكلاب ديال العياشة ويا المخزن كيطالب بشي حاجة اللي معقولة وفي نفس الوقت كيطالب بالسلمية. وكونوا على يقين، نعطيكم واحد النقطة، هادوك الخشيبات اللي طالقين تما في الريف راه ما غلبوش الناس ديال الريف، ولكن هما كيمشيو على السلميه ديالهم. واقسم بالله تيطحنوا والديكم الكلاب ديال المخزن كلكم، والله تيطحنوكم بالله، والله تيطحنوكم، ولكن محافظين على السلميه. ولكن راه الا كثرتوا عليهم راه الكاس راه فاض، الكاس راه فاض. كل نهار معتقلين 6 7 8 10 راه الكاس فاض. وراه من غدا غتبدا الحرب يا محمد السادس، يطلق المختطفين يسير بحالاتك اقل الخسائر. حسن ليك انت والكلاب ديالك، هز الكلاب ديالك كاملين ديرهم في الطياره وهرب. حسن ليك لان غدا غتشوف الوجه الحقيقي ديال الاحرار، لان داك الجنين اللي ما خليتوش يكبر على راحته ديال 20 فبراير ها هو خرج لكم بطريقه اخرى. لان هذوك الناس اللي كانوا كيكذبونا في 20 فبراير ها هما تاكدوا وعرفوا ان الدوله فاسده. لما كنقولوا لكم الدوله فاسده راه الدوله فاسده، راه ما كننافقوش فيكم. لهذا تحيه للاحرار ورمضان مبارك سعيد، وكنتمنى اطلاق سراح المختطفين نصر الزفزافي وجلول وجميع المختطفين السياسيين. وما ننساوش حتى حموده اللي تنسى، حموده ولد اسفي اللي لفقوا لي تهمه ديال الاشاده بالارهاب وعطاوه سنتين. ما فهمتش اي صوت كيخرج كيبغيو يلصقوا لي تهمه. حموده لفقوا لي تهمه ديال الاشاده بالارهاب. مول الكاسكيطه طلقوه من الحبس راه مشى للعمره، يعني راه مفهومه هذه بلا ما نحتاجو نشرحوها. جميع الاحرار مختطفين، علاش؟ لانهم كيقولوا كلمه حق. في المقابل العاهرات كيعطيوهم الاوسمه، الشواذ كيعطيوهم الاوسمه، ولاد الشعب طالق عليهم الكلاب ديالهم ما كاينه العصا. ما فهمتش انا، ما فهمتش كيفاش هذا النظام ديال هذه البلاد هذا ديال المغرب هذا، اللي بغى حقه نعطي لبابا العصا واللي يدير لي يلوز ويشطح وي. احنا ماشي ضد الفن، بالعكس الفن الراقي كنحترموه، ولكن التخربيق بحال الميلودي دابا داك تسميه فنان، هذاك الميلودي، هذاك الميلودي صوته بحال الحمار، هذاك فنان. الفن، الفن اللي ما كانش كيحترم الشعب المغربي، الشعب ويعطي ويتكلم الفن رساله، خاصك تخرج الرساله ديال الشعب، تكلم بهذاك الواقع اللي كيعيشو الشعب. ماشي تبقاو تطبلوا تزمروا الملك والاسره العلويه. الله ينصر زيدنا محمد، ايوا ينصروا عليك انت ان شاء الله، يبقى راكب عليك انت، يبقى يمص لك في الدم ديالك. اما حنا صافي سالينا، سالينا مع هذا النظام هذا. من ولا كيختطف لينا المختطفين السياسيين صافي، ما بقات هضره، ما بقات هضره معاه. من ولا كيتعامل مع الناس ديال الريف ديال امزور والحسيمه وسيدي عبد بهذيك الطريقه ما بقات هضره. موعدنا غدا ان شاء الله، المفاجاه غتشوفوها غدا. غدا راني حاضر تما في الرباط، كيفاش الله اعلم، لان الكلاب ديال المخزن غندخل من وسط منهم وغنخرج للاسف. ما كرهتش نحضر، والله ما كرهت نحضر لهذيك المسيره ديال الرباط.
لان التاريخ خاصنا حنا نخطوه بيدينا، نرسموه بيدينا، ما نتسناوش شي حد يكتب لنا التاريخ ديالنا. والتاريخ ديال الحريه ديال الشعب المغربي خاصنا حنا نحملوا المشعل ونكتبوا التاريخ ديالنا والتاريخ ديال الحريه والكرامه ديالنا. لان التاريخ ديال الحريه والكرامه ما كيعمر الجبناء ما غيكتبوه، وما عمر السفهاء ما غيكتبوه، وما عمر الخاص غيكتبوه. غيكتبوا الاحرار، غيكتبوا الاحرار، غيكتبوا الناس اللي كيامنوا بالحريه وبالكرامه للجميع. تحيه نضاليه للجميع، ورمضان مبارك سعيد. والكلاب ديال العياشه سير عيط على اختك من الخليج وترجل معنا شويه ونزل معنا للشارع. تحيه نضاليه، وكل عام وانتم بألف مليون خير. ونتمنى نسقطوا هذا النظام الفاسد وناخذوا جميع الحقوق ديالنا كجميع الاحرار في العالم. تحيه نضاليه.